للاسم علامات للاسم علامات يعرف بها يعرف بها وهي الأول الأول الجر الجر مثل مثل من بلاد من بلاد والثاني والثاني التنوين التنوين مثل مثل غلام غلام والثالث والثالث النداء النداء مثل مثل يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين والرابع والرابع دخول ألف لام عليه دخول ألف لام عليه مثل مثل المرء المرء والخامس والخامس الإسناد إليه والإسناد إليه بأن يكون فاعلا مثل مثل تقدم إليه وفد أهل الحجاز أو أن يكون مبتدا مثل مثل نحن وفد التهنئة نحن وفد التهنئة.